في عندي ورقة الآن فيها عينات من اليمن، سلمك الله واعذرني من الأسماء. في عندي سلمك الله فيها واحد سمى نفسه الشريف القرشي مثلا بدون اسم، يعني الشريف القرشي. وهنا في طالع على جي، وهذه ليست سلالة عربية إطلاقا. وفي عندي عينتين من ثلاث عينات من اليمن يتسمون يدعون الشرف والنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها قبيلة مشهورة في حضرموت من الصوفية، صوفية حضرموت. واعذرني اعذرني من التسمية، هذه طالعة على جي وليست على جي ون، وجي مستحيل